بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته. رواه عبد الرزاق، وفيه انقطاع، ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة. وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني، وكلها ضعاف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف خاتمة هذا الباب بحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته. وذكر أن هذا الحديث روي موصولا وروي بانقطاع، ويعني بالانقطاع أنه جاء من طريق إبراهيم النخعي عن أبي سعيد، وإبراهيم لم يسمع من أبي سعيد، بل لم يسمع من أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، بيد أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يرون أن مراسيل إبراهيم النخعي من أقوى المراسيل، لأن إبراهيم كان فقيها، ولذلك فإنهم يقدمون مراسيل إبراهيم، وخاصة التي رواها في المسائل الفقهية، فيرون أن لها خصوصية وأن لها قدرة. وذكر بعد ذلك المصنف أن هذا الحديث موصول عند البيهقي من طريق أبي حنيفة، وقد تكلم فيه، وكذلك الأحاديث التي رويت من حديث أبي هريرة وجابر، قال: وكلها ضعاف. هذا الحديث استدل به الفقهاء جميعا على أن من شرط صحة الإجارة أنه لا بد من معرفة مقدار الأجرة، لا بد من معرفة الأجرة، وهذا الشرط متفق عليه في الجملة، بيد أنه قد جاء استثناء لذلك، وهذا الاستثناء الذي جاء أعمله فقهاؤنا رحمة الله عليهم، فقالوا إنه يجوز من استثناء من أن إنه يجوز أن يستأجر امرؤ أجيرا ولا يسمي له أجرته، اكتفاء بالتعاقد بينهما على طعامه وكسوته، فيقول: اعمل عندي كذا في مقابل أنك تطعم وتأكل اليوم كله، أو لك كسوة، والكسوة مقدرة بالعرف حين ذاك. والدليل على ذلك ما جاء عن أبي هريرة وعمر رضي الله عنهما أنهما عملا بذلك، قالوا: ولم يعلم لهما مخالف في الصحابة، فدل على أن هذا الأمر ظاهر بينهم رحمهم الله تعالى. والذي يهمنا في هذه المسألة أن هذه المسألة مشهور المذهب أنها خاصة بالأجير والضئر، أنها خاصة بالأجير والضئر فقط، ولا يقاس عليهما غيرهما، لا يقاس غير هذين المسألتين فقط. وأما الرواية الثانية في المذهب فإنهم يرون التوسع في قضية التعاقد بالأكل والشرب ونحوها، وبناء على ذلك فإنهم يجوز البيع للشخص بمقدار ما يأكله ويشربه، فيجوز للشخص أن تقول: أعطني مبلغ كذا في مقابل أنك تأكل اليوم حتى تشبع في هذا المطعم. إذن على مشهور مذهب هذا التعاقد خاص بالأجير، أن يستأجر الأجير في مقابل طعامه وكسوته. والرواية الثانية التوسع في هذا الباب حتى في سائر التعاقدات كالبيع وغيره، ليس خاصا بالإجارة، وإنما حتى في البيع يجوز ذلك. وهذه هي الصورة المشهورة التي يتعامل بها كثير من الناس، وخاصة في بعض المطاعم، حينما يبذل مبلغا ماليا معينا في مقابل ما يأكله في ذلك اليوم أو في تلك الساعة. فعلى مشهور المذهب أن هذا لا يصح، إذ النص الذي جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم خاص بالإجارة والضئر ولا يقاس عليه غيره. وأما الرواية الثانية فإنه يتوسع بذلك. المسألة الثانية المتعلقة في عدم اشتراط العلم، من باب فقط تنبيه لهذه المسألة، أن بعضا من الإخوان يقرأ كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة أنه يصح التعاقد على السلعة بيعا أو إجارة أو غير ذلك بما يؤول إليه الثمن، بما يؤول إليه الثمن، ويظن أن الشيخ رحمه الله تعالى يستثني هذه الصورة من صور اشتراط العلم
بالثمن المعقود عليه، وينبني على ذلك فإنه يقول يجوز أن نتفرق من المجلس ولا نعلم كم الثمن، باعتبار ما ينتهي إليه سعر السلعة في السوق، وباعتبار ما يكون قيمتها، وبنوا على ذلك بعض التعاملات الحديثة كربط سعر التعاقد في عقود التمويل وعقود الإيجارات بالسعر المتغير، وهو سعر الفائدة التي تغير في بلد عن بلد آخر. والحقيقة أن الشيخ تقي الدين لم يقل ذلك، وإنما قال يجوز التعاقد على ما يؤول إليه السعر بشرط أن يعرف قبل التفرق من المجلس. فلو كان في مزاد مثلا في بيع مزايدة، فاتفق أحد المشترين قال أشتري بما ينقطع به المزاد، حينئذ نقول يصح العقد لأن في المجلس، وبناء عليه فإنه لو انقطع السعر بثمن أعلى مما كان يرجو أو كان بأقل مما يرجو المشتري، نقول له حق الخيار في الفسخ، فيصبح له حق الخيار في ذلك. وأما الإطلاق مطلقا بأنه يكون مطلق فهذا لم يقله الشيخ تقي الدين، بل هو مخالف للإجماع، فإن الإجماع منعقد على اشتراط العلم بالثمن في الإجارة وفي سائر المعقودات، ودليله الإجماع وهذا الحديث من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته. وهذا الحديث طبعا استدل به بعض أهل العلم على أن إجارة العامل بطعامه وكسوته لا يصح، كما نقل ذلك إسحاق بن راهوية ونقله عنه إسحاق بن منصور في مسائل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. عن عروة عن عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة: وقضى به عمر في خلافته. رواه البخاري. وعن سعيد بن زيد رضي الله وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. رواه ثلاثة وحسنه الترمذي. وقال: روي مرسلا وهو كما قال، واختلف في صحابيه، فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمرو، والراجح الأول. نعم. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى يتكلم عن إحياء الموات، فقال: باب إحياء الموات. وسبق معنا أن أسباب الملك ثلاثة فقط، أسباب الملك المباحة ثلاثة: إما الإرث وهو الذي يسمى بالاستخلاف، وإما التعاقد، وإما بالإباحة. فإن هناك أموالا منفكة عن الملك أو ألغي الملك عنها كاللقطة وغيرها، فمن التقطها ومن أحيا هذه الأرض الموات فإنه يكون مالكا لها. فالحديث عن إحياء الموات واللقطة هو من هذا الباب، وهو من باب الإباحات، الأمور التي لا ملك لأحد فيها. المراد بقولهم إحياء الموات، المراد بالموات عندنا قاعدة أن المراد بالموات هي الأرض المنفكة عن الملك والاختصاص، لا بد أن تكون منفكة عن الملك والاختصاص، طبعا المقصود للمعصوم من مسلم وذمي. فإن الأرض إذا كانت منفكة أي ليست ملكا لأحد، وليست أيضا يختص بها أحد ولا يختص بها أحد، لأن عندنا أراض ليست ملكا لأحد لكنها يختص بالانتفاع بها أناس كثر، مثل الطرق، الطرق ليست ملكا لأحد ولكنها هي اختصاص أو هي مختصة لمعصومين الذين يمرون بها. ومثله يقال في المسايل والأودية، ومثله يقال أيضا في الأماكن التي ينتفع بها كالساحات التي تكون في وسط المدن أو البلدات الصغيرة، عادة أن يكون هناك ساحة في السوق يبيعون فيها ويشترون، هذه ملك لعامة الناس على سبيل الاختصاص لا على سبيل ملك الأعيان. وإذاك نحن نفرق بين ملك الأعيان وملك الاختصاص من أوجه، منها أن ملك الأعيان يجوز بيعه، وأما ملك الاختصاص فإنه لا يجوز بيعه، وهي تكلمنا عنها في أول باب البيوع أن الملك ثلاثة أنواع. هذا معنى كلام أهل العلم بأنه منفك عن الملك والاختصاص. الأرض إذا كانت ملكا لأحد فإنه لا يجوز إحياؤها لأنها مملوكة، ولو كانت يعني لا أثر للعمار فيها والبناء. وكذلك إذا كانت لاختصاص أحد من المعصومين كالطرق والمسايل وغيرها، فإن هذه لا يجوز، والمراعي، الأراضي التي تكون مرعى للناس
وغير ذلك من الأمور، فهذه لا يجوز أن تحيا ولو حفر فيها المرء بئرا أو بنى فيها جدارا وحائطا وبنيانا، فإنه لا يكون حينئذ مالكا لها، بل لا يجوز ذلك. طيب، هذه الأراضي التي ليست أو تكون منفكة عن الملك والاختصاص نقول إنها نوعان. النوع الأول أراض لم يجري فيها ملك، يعني لم نرى فيها أثر من آثار الملك لا القريبة ولا البعيدة، فهذه نوع من أنواع الأرض الموات التي يجوز إحياؤه. النوع الثاني أن تكون فيها أثار ملك، يصح بكسر الميم ويصح بضمها، فتقول ملك ويصح أن تقول ملك، أن تكون فيها آثار ملك ولكن هذه الآثار قديمة ولا يعلم مالكها، لا يلزم أن تكون آثارا جاهلية بل يجوز أن تكون آثارا إسلامية. هناك بيوت قديمة، وهذا موجود في القرى، توجد بيوت قديمة من مئات السنين لا نعرف من صاحبها، لا نعرف من يكون صاحبها، فحينئذ نقول على مشهور المذهب أن هذه ملحقة بالموات، لنحن عبرنا أنه منفكة عن الملك لا نعرف مالكها، فعدم العلم بمالكها يجعلها كمن لا مالك لها. قد تكون مملوكة من 200 سنة 300 سنة، ثم هجر أهل هذه القرية هذه البيوت، حينئذ يجوز لمن أراد أن يحيي الأرض بعد ذلك أن يتملكها بعد هذه الحال. هذا الأمر الأول فيما يتعلق بالموات. المسألة الثانية فيما يتعلق بالإحياء، المراد بالإحياء هو في مقابل الموات، الموات هو ما لا بناء فيه، وأما الإحياء فإنه يكون بحسبه، فإن حفر البئر إحياء والزراعة إحياء والبناء أيضا إحياء، ولذلك بعض أهل العلم يتوسع في هذا الأمر. وأما على مشهور المذهب فإن الإحياء إنما يكون بالبئر وبالغرس، غرس الشجر، وليس بزرع المزروعات كالقمح وغيره، وإنما بالغرس كالنخل والشجر وغيره، وبالبناء، ويجوز على مشهور المذهب أن يكون البناء حائطا ولا يلزم أن يكون مسقوفا، فيكفي أن يكون حائطا. سنتكلم عنها إن شاء الله في حديث من أحاط حائطا، ونتكلم عن الخلاف في هذه الجزئية. طيب، إذن هذا ما يسمى إحياء الموات. الأصل فيه حديث عائشة الذي ذكره المصنف وما بعده، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له. وقبل أن نتكلم عن هذا الحديث وتفصيله وما يتعلق بأحكامه، فإن هذا الحديث ذكر بعض أهل العلم وهو العلامة شهاب الدين القرافي، وبعده ذكر هذا الشيء ابن القيم رحمه الله تعالى، أن هذا الحديث خرج من النبي صلى الله عليه وسلم لا من باب الحكم الثابت، وإنما هو من باب ما يصدر منه صلى الله عليه وسلم من باب الولاية، من باب الولاية. ولذلك قال مرة من أحيا أرضا ميتة فهي له، وأقطع بعض الصحابة كبلال وغيره من الصحابة كما سيمر معنا إن شاء الله في محله، فهو خرج مخرج السياسة وتصرفات الولاية. وبناء عليه يقول هذان الإمامان العظيمان إنه يجوز بعد ذلك أن يأتي بعض الولاة فيمنع من التملك بالإحياء، يجوز ذلك. فلو أن امرأ بنى بيتا أو حفر بئرا أو غرس شجرا فيجوز أن يقال له إنك لا تملك. ما الدليل على ذلك؟ نقول إجماع الصحابة، لأن عمر وعثمان رضي الله عنهما ثبت عنهم أنهم حموا حما، حموا حما أي منعوا من الإحياء في موضع معين، وهذا الأمر إذا كان مبنيا على مصلحة كما سيأتي معنا إن شاء الله في محله فيجوز إذن، مدام منع من الإحياء في هذه البقعة مع أنها أرض موات، منع عمر وعثمان رضي الله عنهم من الإحياء فيها، فكذلك يجوز التوسع إذا كان بشرط أن تكون هناك مصلحة عامة وليست مصلحة خاصة. وهذا الذي يعمل به في سائر البلدان، ونحن عندنا هنا في المملكة كل إحياء حدث بعد عام 1386 من الهجرة فإنه لا تثبت به الملكية ولا يصدر له من المحاكم الشرعية حجة استحكام بناء على المنع الذي صدرت في تلك العام. وأما الإحياء الذي يكون سابقا لهذه السنة فإنه يثبت عليه الأصل، لأن الأصل أن من أحيا أرضا ميتة فهي له. والسبب في ذلك أنه في هذا الوقت أصبح الناس يتساهلون
في ضابط الإحاطة، فتجده يجعل له جدارا في يومين على مساحة شاسعة، ثم يقول إن هذه إحياء ويتملك به. في الزمان الأول كان القدرة على الإحياء في الغالب لا يحيي الشخص شيئا إلا وهو يريد الانتفاع به، وأما في هذا الوقت مع سهولة وسائل البناء وتيسيرها وكثرة العمال وغير ذلك، أصبح الشخص يستطيع أن يجعل من الحيطان ويجعل من الشجر الشيء الكثير، فيتملك الأراضي كلها، فيصبح المال كله لأناس معدودين. ولذلك فإن منع الإحياء أو منع التملك بالإحياء هو له حظ من النظر فقها كما قال الأئمة، وفي مقابل له مصلحة بينة وظاهرة، وسنشير لشيء من ذلك في محله. أول حديث في الباب هو حديث عروة ابن الزبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر، وفي بعض ألفاظ الصحيح من عمر، من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، قال عروة وقضى به عمر رضي الله عنه في خلافته. قول النبي صلى الله عليه وسلم من أعمر أرضا، في الرواية الثانية وهو حديث سعيد بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا. أتى المصنف بهاتين الروايتين لبيان أن المراد بالإحياء إنما هو الإعمار، فلا بد فيها أن يكون إعمار، والإعمار كما قلنا على مشهور المذهب أنه يكون بثلاثة أمور: إما أن يكون بالبناء، وإما أن يكون بغرس الشجر، وإما أن يكون بحفر البئر فقط دون ما عدا ذلك. وأما الزرع فإنه لا يكون إحياء، ولذلك مشهور في القرى قديما ما يسمى بالبعل، يأتي بعض الناس وينثر حبا في الأرض فقط ثم يتركه في وقت يعني نزول الأمطار، فإذا جاء وقت الحصاد جذه، ونقول إنك لا تملك هذه الأرض بزرعها، وإنما تملكه بالغرس فيها، لأن الغرس فيه معنى العمل وفيه معنى الإحياء وفيه معنى الإعمار، بخلاف الزرع، فإن الزرع مجرد هو بذر للحب وتركه فقط. إذن الزرع لا تملك به الأرض، وإنما لا بد فيه من الغرس. الرواية الثانية في المذهب ومعروفة طريقة الشيخ تقي الدين أنه يجعل دائما الإناطة بالأعراف بالعرف، فيقول إن كل ما كان إحياء عرفا فإنه في هذه الحال تحصل به الإعمار ويحصل به الملك، فلا بد أن يكون من الإحياء عرفا، وهذه مفيدة لنا طردا وعكسا. فأما الطرد فإنه قد يكون هناك غير هذه الأمور الثلاثة تسمى إحياء غير البناء، قد يحدث أشياء أخرى مثلا مثل يعني استصلاح الأرض بطريقة معينة، كأن تكون الأرض مثلا حجرية فيزيل الحجارة ويكون فيها بعض العمل. وعكسا أن هناك بعض التصرفات التي قد تسمى إحاطة ولكنها في عرفنا الآن أصبحت ليست إعمارا ولا إحياء، فلا نقول إنها داخلة في الإحياء، مثل بعض الآلات التي تجعل الشبك بمسافة طويلة في أيام معدودة، في هذه الحالة لا نقول إن هذا من الإحياء وإن كان داخلا في الإحاطة. طيب، الأمر الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ليست لأحد، هذه الجملة قوله ليست لأحد قصد المصنف الإتيان بها، وقد ذكر الشيخ منصور في شرح منتهى الإرادات أن المراد بقوله ليست لأحد ما قصده الفقهاء من قولهم أن الموات هو المنفك عن ملك معصوم أو اختصاص، عن ملك آدمي معصوم أو اختصاصه. هذه أخذت من أين؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليست لأحد، فقوله ليست لأحد تشمل ملك أحد من الآدميين المعصومين، والأمر الثاني أن تكون ملك اختصاص لهم، أي اختصاصا لهم، فإن كانت اختصاصا أو ملكا فلا يجوز تملكها. الجملة الثالثة قوله فهو أحق بها، فهو أحق بها. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحق بها، ثبوت الحق للشخص يكون في إحياء الموات على درجتين. انتبه معي، من وضع يده على أرض بناء أو إحاطة أو نحو ذلك فإنه كونه أحق بها يمر بمرحلتين. المرحلة الأولى يكون أحق بها من باب الاختصاص قبل التملك، مثل أن يحجر الأرض قبل أن يبنيها، يحجرها تحجيرا، فمجرد التحجير ليس ملكا وإنما هو اختصاص، فيكون أولى من غيره بهذه الأرض
حتى يعمرها أولى، لكن لأنه لا يملكها فيكون من باب الاختصاص. إذن هنا اختصاص شخصي، والاختصاص الكلي يسمى الانتفاع كالطرق والمسائل. فلو أن امرأة حجر أرضا، شوف حجرها، لم يحطها بحائط وإنما حجرها، جعل نسميها باللغة العامية العقوم، عقوم التراب هذه مثلا، فمن حجر أرضا فنقول أنت اختصصت بها لكي تعمل في زراعتها وبنائها، فإن لم تفعل شيئا من ذلك فغيرك أولى بك أولى منك بها. أو تحجرها لأجل أن يحفر بها بئرا، دائما من أراد أن يحفر بئر فإنه يجعل آلة فيها فتكون آلته تسبقه قبل الحفر، فإذا وضع آلته في موضع إذن اختص بها. إذن فقوله أحق بها، المرحلة الأولى هو أحق بها من باب الاختصاص بوضع آلته وبتحجيره، تحجيره يعني جعله بتراب أو حجارة قبل أن يبني الحائط. هنا يكون المرحلة الأولى وهو الاختصاص بهذه الأرض. المرحلة الثانية إذا أحياها بما يحدث به الإحياء وهو البناء أو الغرس أو حفر البئر، حينئذ يكون قد تملكها وتملك الحريم إن كان لها حريم. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من جوامع الكلم، قوله فهو أحق بها شمل لنا المرحلتين، مرحلة التحجير ومرحلة البناء. فقوله من أعمر أي من شرع في عمارة أرض فهو أحق بها من باب الاختصاص، لا ينازعه فيها أحد. وإن أعمرها بمعنى أنه بناها وغرس الشجر فيها فهو أحق بها بمعنى أنه ملكها، وهذا الذي فسره الحديث الثاني من أحيا أرضا ميتة فهي له، أي على سبيل الملك. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم من أعمر تشمل معنيين، ولكل واحد من المعنيين حكما، كلاهما شمله كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال عروة وقضى به عمر رضي الله عنه في خلافته، أتى بهذه الجملة للدلالة على أن هذا الحكم يعني هو باق وليس خاصا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو استدل به بعض أهل العلم على أنه من باب السياسة، كون عمر قضى به أحيانا وتركه أحيانا يدل على أنه من باب السياسة، وسيمر معنا إن شاء الله في محله قضاء عمر. الحديث الثاني وهو حديث سعيد بن زيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له. أتى المصنف بهذه اللفظة للتفريق بين قوله في اللفظة الأولى أعمر، أن المراد بكمال الإعمار إنما هو الإحياء، وأما ما قبل الإعمار فإنه سمى تحجير لا يثبت به الملك وإنما الاختصاص. الأمر الثاني قوله فهي له، اللام تفيد الملكية، فمن كمل إحياؤه لأرض فإنه يملكها. هذه الحديث فيها إضافة لما سبق أو فيها من الفقه مسائل سبق ذكر بعضها، وهو إثبات الملك بالإحياء، الأمر الثاني ثبوت الاختصاص بالتحجير الذي يكون سابقا للإحياء، والتحجير يكون بوضع حجارة أو آلة حفر البناء ونحو ذلك. الأمر الثالث ما سبق معنا من قول أهل العلم كابن القيم أن إحياء الموات إنما هو، أو التملك بإحياء الموات إنما هو خرج من النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الحكم والسياسة، فيجوز للمصلحة إلغاؤه جزءا أو كلا بشرط أن يكون لمصلحة عامة لا خاصة، ومثل ما قضى به عمر رضي الله عنه وعثمان وسيأتي. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر أو من عمر أو قال من أحيا، من هذا اسم موصول بمعنى الذي، وهو يشمل المسلم والكافر معا، وهذا هو مشهور المذهب. فإن مشهور المذهب ونص عليه كثير من أهل العلم كالشيخ تقي الدين وابن القيم أن المسلم والذمية سواء في أنهم يملكون الأرض بإحيائها، لأن المقصود إنما هو إحياء الأرض بالزراعة والبناء، فلو كان ذمي زرع أرضا يعني بمعنى أنه غرسها أو بنى فيها أو حفر بئرا فإنه حينئذ يملك الأرض بإحيائه، وهذا هو مشهور المذهب ونص عليه ابن القيم في إحكام أهل الذمة وشيخه يعني أومأ له. هذه مسألة. المسألة الثالثة أو الثانية أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة، أن من أحيا أرضا ميتة، مفهوم هذا الحديث أن الأرض إذا كانت قريبة من العامر وتعلقت بها مصلحة أهل تلك العامر فإنه لا يجوز إحياؤها لأنها أحيا أرضا ميتة، والحقيقة أن هذه الأرض ليست أرضا ميتة بل ينتفع بها الناس، ينتفع بها الناس، ولذلك قال في الحديث الأول ليست
من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد، فدل على أن ما كان قريبا من العامر ومن مصلحتهم كالأودية وغيرها فإنه لا يملك بالإحياء، فإنه لا يملك بالإحياء. وأما إذا كان غير متعلق بمصالحهم ولو كان بعيدا فإنه يملك بالإحياء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله. رواه البخاري. نعم، هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله. قوله لا حمى أي أو المراد بالحمى هو أن يجعل المرء أرضا ليست ملكا لأحد فيمنع الناس من الرعي فيها والانتفاع بها ويمنعهم كذلك من إحيائها. إذن الحمى المنع من أمرين: المنع من المباحات فيها كالرعي والصيد والاحتطاب ونحو ذلك كالاحتشاش، والأمر الثاني المنع من إحياء الموات فيها. هذا معنى قوله لا حمى. قوله لا حمى إلا لله ولرسوله، هذا الاستثناء بعض أهل العلم فهمه فهما بعيدا فقالوا إن معنى قول لا حمى إلا لله ولرسوله أي أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له حق أن يحمي مطلقا، لا يصح الحمى بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا في غير محله، فقد ثبت أن عمر رضي الله عنه وعثمان كذلك قد حمى لإبل الصدقة منطقة تسمى بالنقيع بالنون لا بالباء، فحمى هذه لإبل الصدقة، وذلك أن عثمان لما كثرت إبل الصدقة وأتت المدينة، ومعلوم أن في الزمان الأول لم يكن هناك رعاة كثر، فمن الصعب نقل هذا العدد الكبير خارج المدينة، وخاصة أن إبل الصدقة ينتفع بها انتفاعا طارئا فقد توهب لفلان أو لآخر، ويحتاج يعني الخليفة كعمر وعثمان رضي الله عنهما أن تكون إبل الصدقة قريبة منهم. فحمى عثمان رضي الله عنه هذه المنطقة لإبل الصدقة ومنع غيرها من الإبل ومن البهائم أن ترعى فيها، وهذا الفعل سبقه فيه عمر رضي الله عنه وليس بدعا فيه عثمان رضي الله عنه، وقالوا هذا من باب السياسة. ولذلك لما اعترض بعض الناس على عثمان رضي الله عنه بهذا الحديث كان اعتراضهم في غير محله، وإنما معنى الحديث لا حمى إلا لله ولرسوله أي كما قال أحمد لا حمى إلا فيما فيه إلا لمثل ما حمى الله إلا مثل ما حمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يجب أن يكون الحمى لمصلحة عامة ولا يجوز أن يكون الحمى لمصلحة خاصة. إذن النهي يكون مخصوصا لغير هذا الحمى، إذن لا حمى إلا لمثل الذي حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله عز وجل وبأمره، وهذا معنى الإضافة له سبحانه وتعالى. فقوله لا حمى إلا مثل ذلك الحمى الذي حماه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون مبنيا لمصلحة. وبناء على ذلك فنقول إن الحمى بأن يحمى تحمى أرض فيمنع فيها من الصيد أو يمنع فيها من الاحتطاب أو يمنع فيها من حفر الآبار أو يمنع فيها مثلا من إحياء الموات، هذا الحمى إذا كان لمصلحة خاصة لشخص كائنا من كان فلا يجوز، لأنه لا حمى إلا لله ولرسوله، هذا باتفاق أهل العلم. الأمر الثاني أنه إذا كان حمى لمصلحة عامة للمسلمين مثل الاحتطاب، لو أن الناس سمح لهم بالاحتطاب والصيد لكان كثير من هذه الحيوانات تتلف، فهناك مصلحة واضحة وبينة في المنع من الاحتطاب في بعض المناطق، ومن يعرف البر والخروج له يعلم أنه لو فتح المجال للناس في هذه الأمور لما وجدوا مكانا حتى يجلسوا فيه للتنزه، نهيك أن يجدوا فيه معلفا لدوابهم أو حطبا يحتاجون إليه عند إيقاد نارهم. ولذلك فإن مثل هذا الحمى ما دام لمصلحة عامة والمصلحة بينة ظاهرة فإنه جائز كما قرره الإمام أحمد وغيره. وبناء على ذلك فإنه لا تعارض بين هذا الحديث وما سيأتي في آخر الحديث، فآخر حديث الباب فإنه يكون مخصوصا بهذا الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه، وله من حديث أبي سعيد مثله، وهو في الموطأ مرسل. نعم، هذا الحديث وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه، وروي من حديث أبي سعيد مثله، وروي كذلك مرسلا كما ذكر المصنف. وهذه الطرق تدل على أن للحديث أصلا، وقد ذكر ذلك ذكر النووي في الأربعين كما تعلمون أنه جود إسناد هذا الحديث، وهو كذلك، فإن هذا الحديث لفظه فيه من البلاغة وفيه من البيان ما يستدل به على قوة لفظه، على قوة إسناده. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المنار المنيف أن بعض الأحاديث لبلاغتها وما تدل عليه من المعاني الجليلة والعظيمة يجزم فيه بصحة الحديث، وإن لم يكن قد ثبت بأحد أسانيده إسناد صحيح. ولذلك أهل العلم تجوزوا في تقوية بعض الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بناء على هذا المعنى، ولكن ليس لأي أحد أن يميز هذه الألفاظ. هذا الحديث حديث من أحاديث العظيمة التي بني عليها الإسلام، وفيها من الأحكام الشيء الكثير، وقد أبدع اثنان من فقهائنا رحمة الله عليهما في شرح هذا الحديث. أولهما العلامة أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم، فقد تكلم عن هذا الحديث كلاما لا مزيد عليه. والثاني نجم الدين الطوفي في كتابه التعيين في شرح الأربعين، فقد شرح هذا الحديث شرحا لم يشرح به سائر الأحاديث، وإن كان توسع في باب المصلحة توسعا قد يقبل التأويل أو في فهم كلامه، وقد يحتمل التوجيه بتضييقه. فهذان الفقيهان من فقهائنا رحمة الله عليهم توسعوا في شرح هذا الحديث، ولكن المقصود أن المصنف أورد هذا الحديث في هذا الباب لغرض، وهو أنه حينما قلنا إن الحمى يجوز للمصلحة العامة، فيجب أن نعلم أن هذه المصلحة يجب أن تقيد بعدم الإضرار بالناس، فإنه لا ضرر ولا ضرار، فإنه لا ضرر ولا ضرار. وكذلك إذا قلنا بالمنع من إحياء التملك بإحياء الموات، إذا منع منه ولي الأمر فيجب أن يكون ذلك مبنيا على أنه لا ضرر ولا ضرار. ولذلك فإن التصرفات الولائية التي تكون من باب السياسة الشرعية لها شرطان لكي تصح هذه التصرف الولائي: الأمر الأول أن لا تخالف منصوصا من الكتاب والسنة، والأمر الثاني أنه يجب أن تكون مبنية على المصلحة العامة. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وهذا أمر عظيم، وتفصيل هذا الحديث يحتاج إلى وقفات كثيرة في شرح الضرر ومتعلق بالمصلحة والمفسدة وقواعد التطبيق. هنا فقط أريد أن أبين نكتة، أن مسألة معرفة المصالح والمفاسد هذا أمر مهم جدا في الشريعة الإسلامية، ولكن الأهم من ذلك أنه ليس لأحد الناس تقدير هذا الشيء. ولذلك ذكر القرافي رحمه الله تعالى في الفروق أن معرفة درجات المصالح وترتيبها هو من دقيق الفقه، فترتيب المصالح سواء كانت الأحكام شرعية أو الأحكام من باب التصرفات المصلحية كالسياسة وغيرها، ترتيبها ليست لأحد الناس، ولذلك بعضها يناط بالشخص نفسه، وبعضها إنما يناط بالمفتي، وبعضها يناط إنما هو بالمنصب الولائي وهو ولي الأمر. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له. رواه أبو داود وصحبه ابن الجارود. نعم، هذا الحديث حيث سمرة بن جندب رضي الله عنه، طبعا وقد جاء من طريق الحسن ابن أبي الحسن البصري رضي الله عنه عن سمرة، ومعلوم أن الحسن رحمه الله تعالى متكلم في روايته عن سمرة، حتى قال بعض أهل العلم إنه لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيق كما هو مشهور وتقدم معنا في باب الحج. وذلك فإن هذا الحديث مع ثقة رجاله إلا أنه محكوم بعدم اتصاله بين الحسن وسمرة. عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحاط حائطا على أرض فهي له. قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحاط حائطا، المراد على أرض موات، وليس على كل أرض، بل لا بد أن نقول حاط حائطا على أرض موات، هذا هو المقصود، لأن غير الموات هي في ملك آدمي معصوم أو من اختصاصه، فلا يصح التملك فيها بإحاطة الحائط.
الأمر الثاني، ما المراد بإحاطة الحائط؟ فقهاؤنا رحمة الله عليهم وهو مشهور مذهب يقولون إن المراد بإحاطة الحائط هو أن يدير حائطا، يدير الحائط على جميعه بحيث أنه يكون يغلقه من جميع جهاته، وأن يكون الحائط منيعا، لابد أن يكون منيعا. الأمر الثاني أن يكون مما جرت به العادة. إذن ثلاثة قيود: أن يكون حائطا وليس تحجيرا بحجارة أو تراب ونحوه، الأمر الثاني أن يكون منيعا وليس قصيرا بل لابد أن يكون منيعا، الأمر الثالث أنه لابد إضافة لهذا الأمر أن يكون جرت العادة بأن هذا الحائط يحصل به الملك. وبناء على ذلك فإنه على الرواية الثانية التوسع فيما يتحقق به إحياء الموات في الإحاطة، فإنهم يقولون إذا كانت بعض الحوائط جرت العادة بأنه لا يتحقق به الملك فإنه حين ذاك لا يكون سببا للملك، وهو إحاطة الحائط في هذا الموضع. الأمر الثاني أن الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في المقنع ذكر بعض الشراح أن مقتضى كلامه أن مجرد الإحاطة لا يحصل به الملك، بل لا بد أن يكون مع الإحاطة أمر آخر، إما إجراء الماء في الأرض إن كان أحاط الحائط لأجل الزرع أو البناء فيه لأجل السكنة، لا بد أن يكون معه شيء آخر. ذكر ذلك بعض الشراح للمقنع فقالوا إن مقتضى كلام الموفق أن مجرد الإحاطة لا يحصل بها الملك، وإنما الإحاطة تحجير، وعلى ذلك فيكون الحديث من أحاط حائطا على الأرض فيكون من باب التحجير لا من باب الملك، أي قوله فهي له. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطلا لماشيته. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. نعم، هذا حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا، هذه صورة من صور الإحياء وهي حفر البئر، قال: فله 40 ذراعا عطلا لماشيته. قوله 40 ذراعا، الذراع معروف وهو زيادة على النصف متر بقليل، يعني أعلى من النصف متر بقليل، والفقهاؤنا لهم ذراعان يقيسان بهما، الذراع الهاشمي والذراع الأموي، ويذكرون هذين الذراعين في عند ذكرهم في باب الصلاة عندما يذكرون المقادير الصلاة ومسافة السفر ونحوها. طيب، قوله من حفر بئرا فله 40 ذراعا، أي من كل جانب، بمعنى بلغتنا الدارجة يكون يعني دائرة نصف قطرها 40 ذراعا، نصف قطرها 40 ذراعا. قال عطنا، أي مكانا تعطن فيه الماشية، لأن الماشية تكون قريبة من البئر، وخاصة الغنم تكون دائما قريبة من البئر، فلكي تجلس فيه فإنه يملك البئر ويملك حريمها، وحريمها قدر في هذا الحديث 40 ذراعا. لكن هذا الحديث ذكر المصنف أنه رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، والحقيقة أن المصنف رحمه الله تعالى يعني تساهل في قوله إن إسناده ضعيف، بل إن هذا الحديث فيه رجال متهمون باتهام شديد، فقد أعل ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في التنقيح هذا الحديث بعلتين. العلة الأولى أن فيها رجلا اسمه عبد الوهاب بن عطاء قال: وكان يكذب، أي كان كذابا. والأمر الثاني أن فيه رجل آخر أيضا اسمه إسماعيل المكي وهو أيضا منكر الحديث، فمثل هذا الحديث الذي تفرد به هذين الرجلين يعني هو في غير محله من الاستدلال. طبعا هذا الحديث إنما أخذ به أبو يوسف، وأما الشافعي فإنه أصلا يرى أن من حفر بئرا فإنما يملك الحريم عرفا بمقدار العرف، فهو يتوسع في ملك الحريم بالعرف ولا يقدره بالأذرع لعدم صحة هذا الحديث ولا غير عنده. وأما أصحابنا رحمهم الله تعالى فإنهم قالوا إن أصح ما في الباب ما روى الدارقطني من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقيل إن ما جاء عن سعيد عن أبي هريرة فيه إرسال، والأصح في هذا الحديث أنه عن سعيد مرسلا، وسعيد من أعلم الناس بأخبار أبي هريرة وأخبار عمر رضي الله عنهما، أن عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه إما عن أبي هريرة أو مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حريم البئر البدية 25 ذراعا، وحريم البئر العادي 50 ذراعا. معنى البئر البادي
بمعنى أنه المرء يجد بئرا سابقة له، يعني وجد بئرا قديما باد، يعني قديم البئر العادي هو الذي يحفره، وأما البئر البادي، نعم البئر البادي هو القديم، نعم بادي من البدو وهو القديم، وجد بئرا باديا ثم أحيا هذا البئر، كانت فيه حجارة فأخرجها، أو قاذورات فنظفها، أو زاد في حفره وهكذا. فمن وجد بئرا بادية أي قديمة ثم بعد ذلك في موات ثم أحياها، فإنه يملك البئر 25 ذراعا من كل جهة. وأما إن كانت البئر هذه البئر البادية هي التي بناها هو التي بداها بالضبط، نعم أنا قلبت الثنتين اعذروني، البئر البادية هو الذي بدأها، وأما البئر العادية فإنها التي تكون قديمة مشبهة بقوم عاد. فمن وجد بئرا عادية أي قديمة في موات فأحياه بأن وجد فيه وسخا أو حجارة فأخرجها، فإنه يملك 50 ذراعا من كل جهة لأنها قديمة. وأما من حفر بئرا بادية أي ابتدأها هو الذي ابتدأها في الحفر، فإنه يملك 25 ذراعا من كل جهة. وأخذ فقهاؤنا بهذا الحديث لأنه أصح ما في الباب، وقلت لكم إنهم يتوسعون في قبول حديث المرسل، وخاصة أن هذا الحديث قد ثبت من حديث سعيد رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: حريم البئر البادي 25 ذراعا، وحريم البئر العادي 50 ذراعا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت، رواه أبو داود والترمذي وصحبه ابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع زبيرا حضر فرسه فأجر الفرس حتى قام ثم رمى صوته فقال: أعطوه حيث بلغ الصوت، رواه أبو داود فيه ضعف. نعم، هذا الحديثان أوردهما المصنف في إقطاع النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث الأول رواه أبو داود والترمذي وصححه الترمذي، النبي صلى الله عليه وسلم أقطع وائل بن حجر رضي الله عنه أرضا بحضر موت. وفي الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير بن العوام رضي الله عنه أرضا كبيرة، والحديث الثاني فيه ضعف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال: حيث يعني حضر فرسك، يعني إلى أن ينتهي، فأجر الفرس حتى قام ثم رمى بصوته بعد ذلك، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إن صح هذا الحديث. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلالا وأقطع تميما الداري. طبعا تميم الداري كما تعلمون لم يكن له ذرية، وإقطاع النبي صلى الله عليه وسلم له الذي أقطعه إياه في الشام سكنه أبناء أخيه من بعده. وقد ألف المقريزي رحمه الله تعالى رسالة مطبوعة في ترجمة تميم الداري وفي بيان ذريته والإقطاع الذي أقطعهم النبي صلى الله عليه وسلم إياه في فلسطين. ولذلك يقول، ذكر ذلك تميم يعني المقريزي، قال: والتميميون الذين في فلسطين إنما هم نسبة لتميم الداري، طبعا نسبة لأبناء أخيه، أما هو فلا ذرية له، ومقرهم في مكان الذي أقطعوا إياه، أقطعهم إياه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإقطاع في أصله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذان الحديثان وما في معناهما فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أنه يجوز إقطاع الموات لمن يحييه، يجوز لولي الأمر الإمام الأعظم أن يقطع الموات لمن يحييه، يقول: خذ هذا الموات لكي تحييه. المسألة عندنا المهمة هي: هل يملك الموات بالإقطاع فقط أم لا بد من الإقطاع بإحياء؟ مشهور المذهب أن الإقطاع لا يملك به الموات، وإنما الإقطاع يفيد التحجير وهو الاختصاص، ولا بد مع الإقطاع من إحياء. ولذلك يقولون إن الإمام إذا أقطع رجلا أرضا فهو من باب التحجير، فيكون مختصا به أولى من غيره، فإن لم يحيه لا يملكه ويرجع لبيت مال المسلمين. هذا هو مشهور المذهب. وقال القاضي علاء الدين المرداوي رحمه الله تعالى: إن الصحيح، وهذه من ألفاظ التصحيح في المذهب، وغالبا ما يقول الصحيح بناء على الدليل، لأن من ألفاظ الترجيح في المذهب الصحيح كثيرا من الأحيان يبنونه على الصحيح دليلا. قال: الصحيح أنه يملك بالإقطاع وإن لم يحدث به إحياء. ودليل ذلك قصة تميم، فإن تميما وقصة الزبير فإن أرضه كبيرة أيضا، فكلا الأرضين كانت كبيرة،
ولم تحيا من ذلك الوقت، وإنما أحيت بعده في ذرياته، هم الذين أحيوها وجعلوها قرى لهم. ولذلك اختار أو صحح شيخ الحنابلة في زمانه وهو العمدة عندهم القاضي علاء الدين المرداوي أن الإحياء يملك بالإقطاع، أن الإقطاع يثبت به التملك وإن لم يحدث به إحياء، خلافا لمشهور المذهب، فإن المشهور أنه لا بد مع الإقطاع من إحياء. ولذلك يقولون ويجوز الإقطاع لمن يحييه ولا يملكه بالإقطاع إلا أن يحيى. نعم. الهبة من ملك الشخص، وأما الموات هذا ملك عام المسلمين، في حالة الإقطاع نعم هي هبة عامة، هبة عامة. ولذلك يعني يقولون، لا أدري يعني هذه من ما يذكر، أن احتمال هناك نظام الآن أن كل أرض تعطى لشخص ولا يبنيها ترسترجع، فهذا هذا هذا على مشهور المذهب يكون صحيحا. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: الناس شركاء في ثلاث، في الكلاء والماء والنار. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. نعم، هذا الحديث هو عن رجل من الصحابة رضوان الله عليهم، وكونه يعني مجهولا أو مبهما بمعنى أصح لا يضر، فإن الأصل في الصحابة رضوان الله عليهم هو العدالة. بل نعم، قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول، طبعا قوله غزوت يدل على ملازمته ومصاحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد غزا معه ولم يكن بمجرد الرؤية، فهو يدل على أنها فيها مزيد صحبة. قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: الناس شركاء في ثلاثة، في الكلأ والماء والنار. قوله الناس شركاء أو شركاء ليس معناه أنهم يملكونها، وإنما شركاء في الإباحة والاستحقاق، فهم شركاء في الاستحقاق، لكن من سبق منهم إلى شيء من هذه الأمور الثلاث فإنه يكون أولى بها. وهذه أحد الأمور التي تكون أو أحد الأحاديث التي وردت في الإباحة والتملك بالإباحة. قال: الناس شركاء في ثلاثة، الأول في الكلأ، والمراد بالكلأ أمران. الأمر الأول أمر مجمع عليه ولا خلاف فيه ولا إشكال، وهو الكلأ الذي ينبت في أرض موات، فلا شك أن الناس مشتركون فيه، فكل من وصل إلى هذا الكلأ بمعنى الزرع والنبت الذي ينبت في الأراضي ومثله الحطب وغيره، فإن الناس يكونون مشتركين فيه، فمن سبق إليه فقد ملكه، ولا يختص به أحد دون أحد مطلقا، بل هو في ملك الناس جميعا، فمن وصل إليه واحتازه بمعنى الحيازة فإنه يكون في ملكه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن المراد بالكلأ هو ما أنبته الله عز وجل في ملك آدمي. هناك أشياء ينبتها الله عز وجل في ملك آدميين، مثاله الفقع، الفقع أحيانا يخرج في أراضي ومزارع الناس. إذن ما كان في ملك الآدميين هذا، هل الناس شركاء فيه أم لا؟ بمعنى لو أن لك أرضا وهذه الأرض خرج فيها كلأ أو حطب بإنبات الله عز وجل ليس بزرعك، فهل يجوز لي أنا أن آخذه أم لا؟ نقول إن هذا الكلأ الذي ينبت في أرض في ملك آدمي ينبني عليه حكما. الحكم الأول أننا نقول لا يملكه صاحب الأرض، ليس ملكا لصاحب الأرض، وبناء عليه فيجوز لمن وجده أن يأخذه. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين في هذا الحديث قول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الكلأ لم يشترط أن يكون في ملك عام أو ليس في ملك أحد أو أن يكون مقره مشتركا، يقول ليس لم يشترط ذلك، فدل على أن كل ما أنبته الله عز وجل سواء كان في ملك آدمي أو غيره فالناس شركاء فيه، يجوز لكل من وجده أن يتملكه. هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني أن الفقهاء يقولون إن صاحب الأرض، هذا مشهور المذهب عبارة الفقهاء، يقول إنه أحق به لكنه لا يملكه، يقول هو أحق به، أحق بهذا الكلأ الذي نبت في أرضه لكنه لا يملكه. ومعنى قولهم إنه أحق به أنه لو أحاط حائطا على أرضه فإنه حينئذ لا يجوز لأحد أن يتسور هذا الحائط ليأخذ هذا الكلأ كالفقع وغيره، لأنه أحق به وقد حوط أرضه، فحينئذ لا تدخل، لكن لو كانت مفتوحة جاز لك أن تأخذ كل ما في هذه الأرض من الكلأ. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قوله الماء، والمراد بالماء هو الماء الذي نزل من السماء أو نبع من الأرض
أو جرى على وجه الأرض. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أن أكثر أهل العلم على أن هذا الماء الذي ينبع من الأرض كالعيون الذي ينبع من الأرض أو ينزل من السماء أو يكون جاريا على الأرض أنه لا يجوز بيعه ولا يجوز منعه، فلا يجوز أن تمنع أحدا منه، ما يجوز لك أن تمنع أحد منه. الكلاء يجوز إذا أحط جدارا فتكون أحق به، أما هنا ما يجوز. ولذلك يقول ابن رجب رحمه الله تعالى أكثر العلماء على أنه لا يجوز منع فضل الماء الجاري ولا النابع، مدام فضل عن حاجتك فلا يجوز منعه. يقول وقد نص الإمام أحمد على وجوب بذله من غير عوض كالشرب وسقي البهائم وغيرها والزرع وغيره. إذن هذا المعنى الماء. وحكم بيع الماء، نقول إن الماء لا يجوز بيعه ما دام في الأرض، وإنما يجوز بيعه من باب التبع للأجرة، كمن تحمل أجرة لاستخراجه من الأرض أو نقله إلى بيت، فحينئذ يجوز من باب التبع لا من باب الاستقلال. الأمر الثالث قال والنار، والمراد بالنار أمران. الأمر الأول ما توقد به النار، هذا أحد المعنيين، ولكن إذا قلنا إنه ما توقد به النار فإنه داخل في المعنى العام للكلاء. والأصل أننا نحمل الحديث على التأسيس ولا نحمله على التأكيد، فالتأسيس أولى من التأكيد. ولذلك فإن فقهاءنا رحمه الله تعالى كما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى على أن المراد بالنار هنا المقصود بها الاقتباس. فمن كان عنده نار وجاءه رجل وقال أريد أن أقتبس من نارك شعلة لكي يعني أشب النار التي عندي مثلا، فيقولون لا يجوز لك أن تمنع أحدا أن يقتبس من نارك، لا يجوز. وأما الجمر فإنه ملك لك، لك الحق على المذهب، لك الحق أنك تمنع الجمر، ما تعطيه من الجمر، ولكنه من باب الكرامة والفضل أن تعطيه من جمرك. والذي ليس لك الحق المنع منه هو الاقتباس، هذا الذي ذكره ابن رجب، وذكر أن هذا محمول عند بعض الفقهاء. بعض أهل العلم يزيد على قضية الاقتباس، يقول كل حرارة، كل حرارة على النار، وبناء على ذلك فلو أن عندك نارا ثم جاءك رجل وقال أريد أن أسخن عليه طعامي أو أطبخ عليه طعامي، فنقول لا يحل لك أن تمنعه. هذه لم ينص عليها فيما أعلم أحد من الفقهاء المتقدمين، مما ذكره بعض المشايخ المتأخرين إلحاقا بالاقتباس، لأن في معنى الاقتباس الذي هو تسخين الطعام وغيره. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى باب الوقف، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان قطع عنه عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر الوقف، وبعده أعقبه بالهبة، وهما من عقود التبرعات. والوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وثبت الوقف عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كما سيأتي، وأجمعت عليه الأمة، فإنه جاء أنه ما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنده شيء مال يمكنه أن يوقفه إلا أوقفه، فهو أمر مشهور بين الصحابة رضوان الله عليهم. أول حديث الباب هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. قوله إذا مات الإنسان، المراد أن الشخص إذا مات انقطع عنه عمله الذي يفعله هو. إذن فقوله انقطع عنه عمله أي العمل الذي يعمله هو وما كان من كسبه هو. وبناء على ذلك فإن الأجر الذي يكون من غير عمله هل ينقطع عنه أم لا؟ ومعنى ذلك مثل أن يأتي رجل فيتصدق بصدقة عن هذا الميت، فنقول أولا إن ما كان من غير عمله إن كان من العبادات المالية أو من الدعاء فقد أجمع أهل العلم على وصولها للميت، وأما العبادات البدنية غير الحج فإن مشهور المذهب واختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه وانتصروا لهذا الأمر أن سائر العبادات البدنية جميعا سواء كانت قراءة قرآن أو صلاة أو غير ذلك أنها تصل للميت إذا أهداها الحي للميت. قالوا أما هذا الحديث فإنه لا يصح الاستدلال به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال انقطع عنه عمله هو، وأما عمل غيره مما يهدى إليه فإنه يصله. نص عليها أحمد وللخلال رسالة كاملة
في نصوص أحمد في هذا الأمر وهي مطبوعة صغيرة جدا، وللشيخ تقي الدين رسالتان في تقرير هذا الأمر، وهو أن ما يهديه الحي للميت من الأعمال البدنية تصله. خالف ذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليه، واختار قوله كثير من المشايخ المتأخرين ومنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكثير من المشايخ المتأخرين على هذا الرأي، واستدلوا بحديث الباب إن قطع عنه عمله رد عليه الموفق، قال إن المراد بقوله عمله أي ما كان من فعله هو، سيذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهي ثلاث، وأما ما لم يكن من فعله فإنه لا ينقطع عنه. قال الأول صدقة جارية، المراد بالصدقة الجارية هو الوقف أصلا، وفي معنى الوقف ما يدخل فيه من تعليم العلم ونحو ذلك، فإنه من الصدقة الجارية كما سيأتي بعد قليل. قال أو علم ينتفع به، كأن يكون الشخص قد بذل علما إما بتأليف أو بتعليم أو بإفتاء أو بنقل علم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل علم فقه إلى من هو أفقه منه، فالشخص إذا نشر علما ولو بكتابة أو نسخ لكتاب فإن أجر هذا العلم يتصل به. ولا شك أن أعظم العلم ما كان متعلقا بالكتاب والسنة هو الأصل، وهو الذي يثاب عليه المرء، ولذلك يقولون إن رواة الحديث هؤلاء أجورهم عظيمة عند الله عز وجل، لأن كثيرا من الأحاديث إنما وصلتنا، بل كل الأحاديث إنما وصلتنا من طريقهم، ولذلك يقولون فضل الصحابة رضوان الله عليهم عظيم، فما من عمل نعمله إلا ولهم مثله، فإن هذا العلم إنما وصلنا من طريقهم رضوان الله عليهم، فهذا من فضلهم رضوان الله عليهم. قال أو ولد صالح يدعو له، معنى ولد صالح يدعو له يعني أن الشخص يكون له ابن أحسن تنشئته وتربيته، فيأتي هذا الولد فيدعو له، وخص هذا الأمر وأدخل في عمل المرء لماذا؟ لأن الولد من كسب المرء، فكأن المرأة عندما أوجد هذا الولد فإن دعاءه من كسبه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أولادكم من كسبكم، فلذلك دخل فيه، وأما دعاء غير الولد فإنه ليس من عمله. بقي عندنا هنا مسألة استشكلت على هذا الحديث وإن كانت متعلقة بالحج، لكن أذكرها على سبيل السرعة، أن الحاج عندما مات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بألا يخمر رأسه، وهذا الحديث في مسلم. قالوا كيف لا يخمر رأسه وقد انقطع عنه عمله؟ فقد انقطع إحرامه بعد وفاته، وأنتم تقولون إن كل عمل يعمله قد انقطع عنه، نقول نعم قد انقطع عنه عمله، ولكن المرأة يبعث يوم القيامة على آخر عمله، كما قال ابن القيم في توجيه هذا الحديث، وقال إنه لا تعارض بين حديث أبي هريرة وبين حديث الذي وقصته دابته، فإن المرأة إذا مات يبعث على آخر عمل عمله، وهذا الذي مات محرما يبعث محرما، لا أنه محرم بعد الوفاة، وإنما وقت البعث فقط، وبذلك تجتمع الأحاديث وتأتلف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر، أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه، وهو أصل من أصول الوقف، حتى قال الترمذي رحمه الله تعالى: العمل عند الناس على هذا الحديث، العمل عند أهل العلم على هذا الحديث، بمعنى أن أهل العلم أجمع على هذا الحديث وهو أصل في الوقف. يقول ابن عمر رضي الله عنه: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر. هذه الأرض التي أصابها عمر رضي الله عنه جاء في بعض ألفاظ الحديث أنها 100 سهم، حينما قسم النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من أرض خيبر على المسلمين أصاب عمر 100 سهم منها، من باب الفيء له، لأنه كان ممن قاتل في ذلك الموضع. وكونها 100 سهم نستفيد منها حكما فقهيا، وهذا الحكم الفقهي أننا نقول إنه يجوز وقف المشاع، فلا يلزم في الوقف أن يكون يعني متميزا مقسوما، بل يجوز وقف المشاع، لأن الموقوف حينئذ يمكن الانتفاع به بالشراكة وغيرها. وهذا أخذ الفقهاء من قول ابن عمر أرضا بخيبر، وفي الرواية الأخرى أنها 100 سهم.
قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. قوله أتى النبي صلى الله عليه وسلم هذه تدلنا على مسألة أن المرء يحرص على أن يستشير أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أكملهم ولا شك وأتمهم، إذ المرء لا شك قد يغفل عن أمر وقد يخفى عليه، فإن سأل أهل العلم كانت صدقته على وجه صحيح شرعي، بل ربما كانت إلى أفضل الأوجه، فإن الصدقات تختلف من حيث أفضليتها باعتبار ما وجهت إليه كما سيمر معنا بعد قليل. وقوله يستأمره فيها هذا من باب الأدب، فإن بعض الناس إذا استشرته فإنما استشارته أمر، ولا شك أن من أجلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من يعني ارتفع كعبه في العلم وزاد فضله فيه، فإنك أحيانا تستشيره من باب الأمر، فيكون أمره يعني رأيه في المسألة فيصل بين أمرين ترددت فيهما. فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منها. هذا يدلنا على مسألة، وهو أن المرء إذا أراد أن يتصدق بصدقة أو أن يوقف وقفا فإنه ينظر إلى المال الطيب الذي عنده، فأحب المال إليه وأنفسه عنده هو الذي يتصدق به ويجعله قربة إلى الله جل وعلا. ولا شك هذا دليل على كمال إيمان الشخص وقوة يقينه بما عند الله سبحانه. قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قوله إن شئت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لم يلزمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن شئت فعلت هذا الشيء. وقوله حبست أصلها أي منعت أصلها من البيع كما سيأتي في آخر حديث هذا الباب. وتصدقت بها أي جعلت منفعتها متصدق بها. وهذه الجملة نستفيد منها حكمين. الحكم الأول أن الوقف ينعقد بلفظ التحبيس، ولذلك يقول فقهاؤنا إن الوقف ينعقد بلفظ صريح وبلفظ كنائي. فأما اللفظ الصريح فهو لفظ الوقف، واللفظ الثاني لفظ التحبيس، واللفظ الثالث لفظ التسبيل، فيقول سبلت ونحو ذلك. وأما الألفاظ الكنائية فمنها تصدقت وغير ذلك. ولذلك يقولون إن الشخص إذا كتب في وصيته تصدقت بكذا ولم يقل على سبيل التأبيد أو قرينة تدل على أنها وقف، فإنها حينئذ تكون صدقة مملوكة لمن تصدق عليه به، فلقال تصدقت على فلان بثلثي فتكون في ملكه، إلا أن يأتي بقرينة نص عليه أحمد. المسألة الثانية نأخذها من هذه الجملة هي قوله وتصدقت بها. قوله عفوا وتصدقت بها يدل على أنه لا يصح الوقف إلا أن يكون على جهة بر، فلا بد أن يكون على جهة بر. نعم. قال فتصدق بها عمر. نعم. فقوله وتصدقت بها هذا دليل على شرط الوقف أنه لا بد أن يكون على جهة بر. وقول الفقهاء إنه لا بد أن يكون على جهة بر ليس معنى ذلك أنه لا بد أن تكون قربة محضة، معنى أنها تكون على جهة بر أي أنها لا تكون محرمة، فلا يجوز الوقف على الكنائس ولا يجوز الوقف على دور البغاء وغيرها من الأمور المحرمة، وإنما المقصود على جهة بر أي بالمعنى العام، لأنه ما من أمر يفعله المسلم فيه إحسان إلا وله أجر، وليس المقصود ما يسمى بجهة القربة المحضة فتكون على مسجد وغير ذلك، وإنما عبروا بالبر لكي يشمل المحضة وغير المحضة. قال فتصدق بها عمر رضي الله عنه أنه لا يباع أصلها ولا يورث. قوله أنه لا يباع أصلها ولا يورث، وفي الرواية الأخرى التي ستأتي في آخر الباب ولا يوهب أيضا، أو في هذا اللفظ ولا يوهب أيضا، هذه تدلنا على مسألتين. المسألة الأولى أن عقد الوقف عقد لازم، ومعنى كونه عقدا لازما أي أنه لا يجوز الرجوع فيه ولا فسخه، كما لا يجوز بيعه ولا هبته ولا المعاوضة عليه. هذا هو الأصل فيه. دليله أن عمر رضي الله عنه قال بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. وهذه المسألة فيها خلاف بين مشهور المذهب والرواية الثانية في جزئية واحدة، وإلا فالأصل أنه عقد لازم لا يجوز الرجوع فيه. وهذه الجزئية فيما لو احتاج المرء إلى هذه العين. المذهب أن من أوقف في حياته وأراد الرجوع لا يجوز له الرجوع مطلقا، والرواية الثانية في المذهب أن من أوقف في حياته واحتاج إلى هذا المال بأن افتقر بعدما كان غنيا وكان يعني مريدا لأخذ مال من غيره إما باقتراض وغيره أو بصدقة، فالرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين أنه يجوز الرجوع في هذه العين الموقوفة، لكن بشرطين. الشرط الأول
أن يكون الذي رجع الذي وقف بنفسه لا وارثه. الذي يرجع إنما هو الوارث نفسه إنما هو الواقف نفسه لا وارثه. الشرط الثاني أنه لا بد أن تكون هناك حاجة قوية جدا، بحيث أن المرء إن لم يرجع في وقفه فإنه في هذه الحال سوف يأخذ صدقة من غيره أو زكاة، فحينئذ كونه يأخذ صدقة نفسه أولى من أن يأخذ صدقة غيره. وهذه هي الرواية الثانية في المسألة. طبعا الرواية الأولى هي المشهور من المذهب وهو عليه المالكية والشافعية خلاف الحنفية. الحنفية لهم رأي في جواز الرجوع مطلقا حتى من غير حاجة. المسألة الثانية معنا في قول عمر رضي الله عنه لا يباع أصلها. المذهب أنهم يقولون الأصل أنه لا يباع أصلها، لكن ثبت استثناء لذلك، وهذا من باب تخصيص العلة، فإنه يجوز بيع أصل الوقف إذا تعطلت منافعه ولم يمكن الانتفاع به، فيجوز بيع هذه العين الموقوفة ثم تصرف في مثله. وهذه هي المسألة المشهورة بسمى باستبدال الوقف وتبديله والمناقلة فيه. وفي كلام طويل في قضية المناقلة، وقد ألف فيها ابن قاضي الجبل والقاضي جمال الدين المرداوي مراسلات طبعت بينهما. إذن المذهب هم أوسع المذاهب في الاستثناء من مسألة بيع الوقف، فيرون جواز بيع الوقف من مفردات المذهب التوسع، فيرون جواز بيع الوقف إذا تعطلت منافعه. وقال الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى إذا قلت منافعه فأصبحت قليلة، يعني الإيجار قليل جدا لا يأتي بالمرجو، ولو بعته ووضعته في مكان آخر لكان الإيجار أنفع للفقراء. أما مشهور مذهب لابد أن تتعطل المنافع، والموفق اختار أنه إذا قلت منافعه. هذا المفرد من مفردات المذهب أنه يجوز نقل الوقف ويجوز إبداله واستبداله، هذه كما قلت لكم مفردات المذهب، ولكنها كانت سببا لبعض الظلمة في بعض الأزمنة في بيع أوقاف المسلمين. فقد نقل عن بعض القضاة في زمان متقدم أنهم كانوا يأخذون بهذا الرأي فيبيعون بعض الأوقاف بناء على شهادة اثنين من الزور أنه قد تعطل أو قلت منفعته، وهذا غير صحيح، وذلك هو خطير. فيجب الاحتياط في باب الأوقاف وألا يناقل وألا يبدل أو يستبدل إلا بعد التأكد من تعطل المنفعة أو إلغائه بالكلية كما قال فقهاؤنا. وذلك فإن ابن السبكي رحمه الله تعالى، وهذا من اللطائف، كان رئيسا للقضاة في الشام وتحته القضاة الأربعة المذاهب الأربعة جميعا، فكان يكتب لكل واحد من القضاة استثناءات، ويكتب للقاضي الحنبلي ألا يقضي بمناقلة الأوقاف واستبدالها. المناقلة غير الاستبدال، المناقلة أن ينقل الوقف إلى غيره، والاستبدال أن يبيعه ويشتري بمثله، والإبدال إلى ما هو أحسن منه فيباع العين الموقوف وتوضع فيما هو أنفع كمسجد ونحوه. طيب قوله هنا فتصدق بها عمر يدلنا على مسألة واضحة أن الوقف نوعان، وقف منجز ووقف معلق. والوقف من العقود التي يجوز تعليقها، إذ العقود ثلاثة أنواع: عقود لا يجوز تعليقها كالسلم والصرف، وعقود يجوز تعليقها، وعقود مختلف فيها كالبيع والإجارة. والعقود التي يجوز تعليقها باتفاق هو عقد الوقف، فيجوز تعليقها على الوفاة. قوله فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب، قوله في الفقراء يدلنا على أن أفضل ما يتصدق به ويوقف عليه الفقراء. قال الإمام أحمد كما نقلها الخلال في كتاب الوقوف: الوقف إذا كان آخره في الفقراء فهو أفضل الوقف. إذن أفضل الوقف أن يكون في الفقراء. قال وفي القربة أي القرابات. وقد أطال العلماء في قضية إذا أوقف الواقف للقرابة فما هو حدهم، ولهم كلام طويل في هذا الأمر ومرده إلى العرف. قال وفي الرقاب أي أن يشترى بها رقاب فتعتق. قال وفي سبيل الله، والمراد بسبيل الله على مشهور مذهب أمران: الأمر الأول هو الجهاد والغزو، والأمر الثاني هو الحج، فإن مصرف في سبيل الله عز وجل على مشهور المذهب الحج. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحج في سبيل الله، فيجوز إعطاء من لم يحج أو يعتمر حجة الإسلام الفريضة أن يعطى من هذا السهم من الوقف ومن الزكاة. قال وابن السبيل أي المنقطع، والضيف أي الذي يرد على البلدة أو الذي يرد على آل عمر. قال لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. هذه مسألة مهمة، وهي أن من ولي الوقف فإنه يجوز له أن يأكل بالمعروف. وبناء على ذلك فإننا نقول إن من ولي الوقف أخذه لشيء في مقابل نظارته على الوقف
على درجات. الدرجة الأولى أن يتبرع، وهذا هو الأفضل والأتم، ليتم يعني له الأجر إذ هو في جهة بر. الأمر الثاني أن ينص صاحب الوقف وهو الناظر على جزء معين أن ينص الواقف على جزء معين للناظر، فيقول إن الناظر الذي يقوم على الولاية له كذا، ففي هذه الحالة لا إشكال سواء كان نسبة أو كان مبلغا مقطوعا. الحالة الثالثة أن لا ينص على شيء من ذلك، فنقول إنه مباح باتفاق أهل العلم في الجملة أنه يجوز أن يأخذ ما يكفيه، ولذلك قال أن يأكل منها بالمعروف. وهل يجوز له أن يأخذ عليها أجرة أم لا؟ نعم، كثير من أهل العلم وهو المذهب يجوز له أن يأخذ أجرة زيادة على يعني مطعمه وملبسه مثل ما قال وله أن يأكل المعروف، ولكن بقدر العرف، والأجرة أعدل من الجعالة ولا شك، فيعطى أجرة المثل ولا يعطى جعلا الخمس والسدس من الغلة، فإنه أعدل، الأجرة أعدل، لأنه في هذا الزمان أصبح الناس يتنازعون ويتخاصمون المحاكم لإلغاء نظارة شخص وانتقالها للثاني، وخاصة في بعض المناطق التي تكثر فيها الأوقاف عندنا في المملكة كمكة والمدينة، فتجد الناس يرفعون دعوة على أحد النظار لتنتقل للثاني، لأن الثاني يعلم أنه سيأخذ 15 أو 20% من غلة الوقف، وعمله أقل بكثير من هذا، ولا شك أن هذا الذي يأخذه لا شك أن فيه شبهة إن لم يكن قد نص عليه من الواقف نفسه. نعم، قال أو يطعم صديقا غير متمول مالا، هذا هو محل الشاهد، غير متمول مالا، وفي رواية غير متأثل أي غير جامع. فالأصل أن الناظر إن لم ينص له بمبلغ معين أو قدر محدد فالأصل فيه أنه لا يتأثل ولا يتمول، فلا يجمع المال وإنما يأخذ بالمعروف. قال متفق عليه أي لا بد أن يتفق عليه. هذا الحديث فيه من الفقه إضافة لما سبق مسألة أخيرة، وهو أن الشخص يجوز له أن يشترط لنفسه الانتفاع بالعين الموقوفة في حياته، فيجوز له أن ينتفع، لأن عمر رضي الله عنه اشترط أنه ينتفع في حياته بالعين الموقوفة. الأمر الثاني، هل يجوز الوقف على النفس؟ أيضا هذا الحديث دليل على أنه يجوز الوقف على النفس، لأن عمر اشترط الانتفاع، والانتفاع صورة من صور الوقف على النفس. نعم، هو طبعا هو قصده الرواية الثانية محل الشاهد فيها قوله تصدق بأصله لكن ينفق ثمره، تصدق بأصله من باب التأكيد على أنه يحبس أصله، وينفق ثمره على أن الثمرة هي المسبلة دون الأصل، فلا يجوز بيعها، لأن الشافعية والجمهور لا يجوز عندهم بيع الأصل مطلقا، إنما الحنابلة هم الذين تفردوا بهذا الرأي لحديث سعد رضي الله عنه لأنه باع الأرض. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، الحديث وفيه وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، متفق عليه. نعم، هذا حديث أبي هريرة كان المصنف رحمه الله تعالى أورد بعضه في كتاب الزكاة في قصة العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه حينما يعني عجل زكاة حول أو حولين، وهنا أورد الجزء الثاني، وهذا يدلنا على مسألة وهو أن الحافظ في هذا الكتاب عني بتجزيء الأحاديث، فيذكر كل موضع ما يناسبه ولا يذكر الحديث كله بخلاف غيره من أهل العلم. وذلك فإن بعض أهل العلم كالجمال المرداوي لما ذكر هذا الحديث، يعني الجمال المرداوي كتاب الوقف يكاد يكون ككتاب الوقف عند البلوغ، يكادان يكون متشابهين، لما أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال وقد سبق ذكره، لأن أورده كاملا هناك، وأما الحافظ فإنه أورده مجزأا وذلك لم يقل سبق. هذا الحديث وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة ثم قال بعد ذلك فأما خالد أي ابن الوليد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، هذا الحديث فيه مسألة وهي أنه يجوز وقف السلاح والحيوان، لأن الدرع سلاح والعتاد يشمل الحيوان، فيجوز وقفه. وبناء على ذلك قاس عليه فقهاؤنا قالوا إنه يجوز وقف كل عين، يجوز وقف كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها، يجوز وقف كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها، طبعا على سبيل الديمومة. وأما ما لا ينتفع به إلا بتلف عينه فإنه لا يصح وقفه، قالوا كالمأكول والمشروب والأثمان وهو النقد، فإنه لا يصح على مشهور المذهب وقفها. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى
باب الهبة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجع. وفي لفظ: فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال: أفعلت هذا بولادك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. نعم، هذا حديث النعمان بن بشير أن أباه البشير بن النعمان أتى به وقد كان صغيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت، النحل هو الهبة والعطية، ابني هذا غلاما، غلاما أي يعني خادما، وفي رواية نحلة مطلقة كان لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل ذلك، أي أعطيته مثل ذلك؟ فقال: لا. قال: فأرجعه، أي فارجع في عطيتك. وفي لفظ: فانطلق أبي ليشهده على صدقتي، فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد تلك الصدقة، إلى آخر الحديث. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. أول هذه المسائل أنه لا يجوز المفاضلة بين الولد في العطية، لا يجوز، بل يجب العدل بينهم، يجب العدل بين الأولاد في العطية، وعدم تفضيل بعض الأولاد دون بعض فيها. ويستثنى من ذلك مسألة أو مسألتان. المسألة الأولى النفقة الواجبة، فإن بعض الولد قد يحتاج من النفقة ما لا يحتاج غيره، كأن يكون كبيرا وأنفق عليه 20 سنة والصغير سنة، فما أقول أحفظ لك النفقة التي تكون لأخيك؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ما كان إذا كان الابن يعني محتاجا، إذا كان الابن محتاجا وبارا بأبيه والآخر عاصيا. هذه عبارة الشيخ تقي الدين، فيقول: إذا كان أحد الولدين محتاجا مطيعا والآخر عاصيا جاز إعطاؤه ومنع الثاني، لأن الثاني قد يأخذ بالمال فيتقوى به على المعصية. هذه عبارة الشيخ، جعلها بقيدين: أن يكون المفضل مطيعا وفي نفس الوقت محتاجا، والآخر عاصيا لله عز وجل وعاصيا لأبيه، فلا يعطى لكي لا يستعين به على الطاعة. وأما الموفق بن قدامة فإنه كان يرى فقط مجرد البر سببا في جواز التفضيل بالعطية، وأما مشهور المذهب فإنه لا يجوز التفضيل لأجل أن أحد الولدين يعني يكون بارا بأبيه. ولكن الرواية الثانية تختارها الموفق على قيده والشيخ تقي الدين على قيديه، فإنه استثناء من ذلك. المسألة الثانية معنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكل ولدك نحلته مثل ذلك، كيف يكون صفة التعديل بين الولد؟ الفقهاؤنا رحمة الله عليهم يقولون إن صفة التعديل بأن يعطى الولد مثل ما تعطى الأنثيين، وقد جاء عن بعض السلف أنه قال: هذه قسمة رضيها الله لنا بعد وفاتنا فنرضاها في حياتنا. فإذا أعطى الرجل ابنه 100 فيعطي البنت 50، فيعطي البنت 50، هذه هي صفة يعني التعديل بين الورثة، يكون على قدر إرثهم. المسألة الثالثة عندنا أن هذا الحديث دليل على وجوب التعديل بعد الجور في الحياة، على وجوب التعديل بعد الجور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأرجعه. إذن يجب عليك أن ترجع في عطيتك. فالإنسان إذا في حياته إذا نحل بعض ولده دون الباقين نقول يجب عليك أن ترجع وتصحح، تصحح هذا الأمر. وكيف يكون التصحيح؟ بأحد أمرين: إما بالرجوع في العطية، وإما بأن يعطي الآخرين الحق الذي أحقه الله عز وجل لهم. المسألة الثالثة في هذا الموضوع: إذا مات المعطي لأبنائه فهل يجب التعديل بعد وفاته أم لا؟ رجل أعطى أحد أبنائه 100 ولم يعطي الباقين ثم مات، في حياته يجب عليك وأنت آثم يجب أن تعطي الباقين مثل ذلك، لكن لو مات فهل يجب التعديل أم لا؟ مشهور المذهب أنه لا يجب، وإنما هو آثم وباق في ذمته، فالتعديل بين الوفاة بعد الوفاة ليس بلازم. والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى
أنه يجب التعديل بعد الوفاة، ودليله على ذلك حديث الباب، فإنه قال: فإني لا أشهد على زور، فسماه زورا أي أنه باطل، فيجب التعديل بعد الوفاة. وبناء على ذلك فقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا الحديث لفظ قوي في على الأحكام الثلاثة: حرمة الجور، ووجوب التعديل في الحياة، ووجوب التعديل بعد الوفاة. قال: لأن هذا أمر مطلق، وقد أيده بثلاث مؤكدات يرد به على الجمهور الذين يرون عدم وجوب التعديل بعد العطية. عدم وجوب التعديل بعد العطية. يمدينا نكمل ولاقف انتهى الوقت. طيب نقف هنا، نكمل إن شاء الله الحديث الذي بعده الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.